الهوية الليبية اليوم على المحك، وبعد التغيير الكبير اللي صار بعد 2011 بديت الأسئلة الملحة، الأسئلة المهمة. واضح أن التغيير والحدث الثوري اللي سبب تغيير شامل وكبير في كل الهياكل السياسية وحتى في شكل نظام الدولة، سبب في المقابل تغيير في العمق، يعني في الشخصية الليبية، في الذهنية الليبية، وبدأت التفكير أيضا في طبيعة الروابط، طبيعة المشتركات اللي هي تجمع الليبيين. الشخصية الليبية بكل ما تحمل من تعقيدات، بكل أشكال الروافد اللي هي غذتها ثقافيا، سياسيا، معرفيا وفكريا، محور أصبح محور اهتمام وسؤال العدد من الأكاديميين في جامعة بنغازي وحتى المثقفين والأدباء الليبيين بشكل عام اللي داروا ندوة خلال الشهر الحالي حول الشخصية الليبية. انضمت لنا اليوم الدكتورة والقانونية والأكاديمية جازية أشعيتير من مكتبنا في تونس. الدكتورة جازية طبعا يعني تلقي في المحاضرات القانونية الجنائية على طلاب الليسانس سواء في كلية حقوق في جامعة بنغازي، وأيضا طلبة الدراسات العليا في أكاديمية الدراسات العليا في جامعة بنغازي في تخصصات زي علم الإجرام والعقاب، الطب الشرعي، قانون المرور، قانون الآثار والتشريعات السياحية، وحتى تشريع الجنائي الإسلامي ومناهج البحث القانوني. أيضا الدكتورة جازية كانت عميد كلية الحقوق في سنة 2014 لعند 2015، وهي وكيل كلية الحقوق للشؤون العلمية من سنة 2015 وحاليا. أيضا الدكتورة جازية شعيتير هي نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي من 2013 لعند هذه الفترة الحالية. وأيضا نبدو الآن مع الدكتورة جازية شعيتير. أهلا وسهلا بك في برنامج البلاد. أهلا وسهلا بك أستاذ خليل وبضيوفك مستمعينك الكرام. أريد فقط تصحيح بسيط في سردك، مشكور للسيرة الذاتية. أنا حاليا رئيس قسم القانون الجنائي بكلية القانون، ووكيلها هو زميلي وأخي الدكتور رافع الفاخري، هذه حديثا. نعم. فبالتالي ما عندك مش بيعلم. شكرا للتصحيح دكتورة جازية. ونبدأ، خلينا نبدأ في قضية الشخصية الوطنية والندوة يعني اللي لاقت ردود أفعال. السؤال الآن، أهم المحطات المحطات البحثية اللي تناولتها ندوة الشخصية الليبية اللي كنت جزء منها وشاركت فيها؟ نعم، هي حقيقة كانت ندوة هامة للغاية، كانت حدث ثقافي وأكاديمي بامتياز في مدينة بنغازي. من الجميل أن هي أقيمت في فندق تبستي برعاية كريمة من صندوق الضمان الاجتماعي، كانت فيها عودة لمعالم وسط المدينة، وكانت فرحة حقيقة لكل من حضر سواء من بنغازي أو من شرقها أو غربها. ندوة الشخصية الليبية جاءت في إطار عمل أكاديمي كبير نحو الهوية الليبية أو الهوية الوطنية، نحو المصالحة الوطنية ودور القانون في المصالحة الوطنية. فكان يجب لكي نمضي قدما بأن نعرف بداية من نحن ومن أين أتينا، ومن هنا جاءت فكرة ندوة الشخصية الليبية. الندوة كانت على مدى يومين، حقيقة كانت فيها باقة مميزة ومنوعة من الورقات العلمية. أهم المحطات كان دكتور زاهي المغيربي مشكورا، تحدث عن أدبيات الشخصية الليبية، عفوا الشخصية الوطنية، سواء كانت تحدث عن الشخصية اليابانية أو غيرها من الشخصيات العالمية، كيف تناول البحث موضوع الشخصية الوطنية. دكتور نجيب الحصادي كانت ورقته غاية في الأهمية، تحدث عن فرضية معينة، فرضية علمية، وحاول أن يثبتها خلال بحثه، ثم بيّن لنا كيف يمكن أن نعالج هذه السجية أو هذه الصفة عند الشخصية الليبية، ألا وهي وهن الروح التنافسية سواء في العلم أو في العمل. إن حلنا لهذه المشكلة وتبني فكرة التنافسية في العمل وفي العلم هو مفتاح الحل من أجل التقدم والحضارة للدولة الليبية. أيضا كانت في عندنا رؤى نفسية، رؤى أدبية، رؤى اجتماعية، أيضا سواء كان الأستاذ العوكلي، الدكتور علي الرويعي، السيد الدكتور محمد المفتي، أيضا الدكتور عمر العفاس مشكور كان عنده ورقة هامة عن دور الجغرافيا والاقتصاد في تكوين الشخصية الليبية. حقيقة كانت الاستفادة جمة، كان الحضور مكثف، مشكورين أنتم وعديد من القنوات غطت الحدث، أعتقد بأنها تعتبر لبنة في طريق أو في مشروع بحثي كبير للحل، للبحث عن
وعي قانوني ووعي حقوقي بالهوية الوطنية للمواطن الليبي، من أجل استعادة الثقة بالذات ومن أجل معرفة كيف نمضي للأمام. طيب دكتورة جازية، يعني ونحن نحكي الآن عن الاسم، الشخصية الليبية، يعني لما تكلموا عن الشخصية الليبية اللي شكلها التراث والعادات والتقاليد والدين وحتى الأنظمة السياسية المتعاقبة، نسألوا الآن يعني هل الشخصية الليبية هي كيان يعني تشكل ربما في لحظة تاريخية ما في تاريخ الليبي هذا كله، وبعدين هل كيان أو الشخصية الليبية هذه تعالت على محددات التاريخ وعلى الثقافة وأصبحت اللي هي تنتج في الأجيال المتلاحقة؟ يعني بكلمات أخرى أو بمعنى آخر، هل الشخصية الليبية شيء ثابت الآن وهو اللي يحدد في كل الثقافة وهو اللي ينتج في الثقافة، ونقدروا نحن نتكلم عن شيء ثابت يعني الشخصية الليبية الاسم يعني في شكوك حوله؟ يعني لا، هي لا أظن أن في شكوك حول الشخصية الليبية. نعم، الشخصية الليبية موجودة منذ القدم، في نوع من التراكم المعرفي البيئي الثقافي. نعم، أتفق معك، في تغيرات سياسية مرت بالدولة الليبية، إنما نحن أمام شخصية لها معالم مشتركة، معالم ممكن نقوله عقيدة سياسية، ممكن نقوله عقيدة أو إرث عرقي، ممكن نتحدث عن المشترك التاريخي، المشترك الجغرافي وما أعطاه من صفات. يعني لما نقوله أن من حيث الجغرافيا ليبيا صحراء، أو يعني الغالب الأعم على أراضيها على إقليمها الصحراء، هذا يعطينا مبرر لفكرة غلبة مفهوم القبيلة، وهو مفهوم إيجابي إذا صح استخدام المزايا الإيجابية في المنظومة القبلية. من جهة أخرى، نحن نتحدث عن الشخصية الليبية وما مر بها من تطورات مجتمعية، من تطورات فكرية ثقافية. لا، هناك مشترك صحيح. الآن نحن نتحدث عن إشكالية حالية نتيجة لفوضى معينة، لوجود سلاح، وجود جريمة منظمة، وجود أزمة اقتصادية، وجود حقيقة تدخل خارجي، وجود احتماء من هذا كله بالعودة إلى الأحضان الآمنة اللي هي المناطق، الفكر الجهوي أو الفكر المناطقي. نعم، أتفق معك إن الآن عندنا مشكلة، لعل في بعض الأصوات تتحدث عن ضرب أو تفسخ في النسيج الاجتماعي، ولذلك يجب أن نحاول لملمة هذه الفسيفساء، الحفاظ عليها، نعم، في مركب واحد، في إطار واحد، بدون أن تذوب. إنما جميل أنها تكون متميزة، جميل أن يكون في عندنا عرب وأمازيغ، جميل أن يكون في عندنا شرق وغرب وجنوب، إنما هذا لا يعني تفسخ ولا يعني تفتيت. طيب سؤال دكتورة جازية، يعني هل نحن تو لما نحكي شخصية ليبية نحن قدام شخصية واحدة يعني كاملة، والله قدام شخصيات، بمعنى في الشخصية القبلية، الشخصية السياسية، في المقابل في حتى الشخصية الكونية، يعني الشباب اللي هم التحموا مع أقرانهم الآن عالميا عولميا عبر الإنترنت، وأصبح في مفهوم يعني مفهوم كوني للمواطن، الشيء من هذا القبيل. يعني هو في البداية هو يجدر بنا التفريق أو بين مصطلحين، مصطلح الشخصية ومصطلح الهوية. فإذا نتحدث عن الشخصية الليبية، لا، هي شخصية بمعنى فيها سجايا، في لها صفات، وقد تكون هذه الصفات صفات محمودة وقد تكون صفات مذمومة. وفي الصفات المحمودة أيضا هناك صفات مصدر اعتزاز، وهناك صفات مصدر اعتزاز وفخر إلى آخره. احنا في الهوية نتحدث عن من نحن، نتحدث عن المشترك، ومن هنا تظهر فكرة اللي حضرتك أثرتها، فكرة إن نحن هل سيستمسك المواطن بالهويات الصغرى الضيقة اللي هي الجهوية أو القبلية، أم إنه قد يذهب إلى الهويات الأوسع العابرة للوطنية، سواء كنا نتحدث عن العالمية أو عن الدينية أو حتى العرقية، بالإمكان أنها تكون أوسع من الوطنية. في هذا الزمن من الدولة، من عمر الدولة الليبية، زمن الاضطراب السياسي، زمن الاضطراب الأمني، زمن ما زلنا يعني في مرحلة مخاض لولادة الدستور، نحتاج إلى أن نؤطر أو أن نسلط الضوء على الهوية الوطنية لكي تكون جامعة لكل الليبيين.
كيف نسلط الضوء عن طريق البحث عن الشخصية الليبية، وهذا أمر من منذ ما يزيد عن نصف قرن تم الحديث فيه. عبد الحميد البكوش أيضا، عبد الله الجويري تحدثوا فيه من أجل لماذا نتحدث عن الشخصية؟ كي نصل إلى الهوية. فسنختار من الشخصية الليبية سجايا ومميزات جيدة نعمل على تقويمها. للأسف سنجد أكيد كأي شعب وكأي شخصية سجايا سيئة أو غير محمودة، سنعمل على تقويمها بطريقة ما، على الأقل بالتدخل القانوني، بتعديل المنظومة القيمية من خلال الوعي الإعلامي، من خلال الوعي الديني، من خلال الوعي الاجتماعي، من خلال التعليم، بكل الطرق، من أجل أن يصبح لدينا طيب منظومة استدراك دكتورة قيمية جازية جيدة. يعني نعم. استدراك يعني عشان المشاهد يكون في الصورة، منظومة قيمية شن تقصدي تحديدا؟ منظومة قيمية يعني مجموعة القيم اللي يتفق عليها مجتمع ما. نعم، العدالة، الخير، سيادة، نعم، دولة نعم. القانون، يعني الديمقراطية مثلا إذا حكينا في بشكل معاصر، يعني الكرم، الشجاعة، روح التسامح، الإيثار، حب العمل، نعم، حب الخير، روح التطوعية، كل المزايا والسجايا الجيدة نعمل على تعزيزها، إعادة ثقة الليبيين في أنفسهم، وعيهم وإدراكهم بأنهم شعب يتميزون عن سواهم بما هو أفضل. يعني نحاول أن نبحث عن الشيء الجيد، الشيء اللي تميزوا به، ونغرسه فيهم من باب حتى من باب الضرورة. نحن الآن لا قدر الله في مرحلة خطرة، إذا استمر هذا التفسخ، إذا استمرت هذه العدائية للآخر اللي هو يشترك معك في الوطن، فبالتالي سنتعرض للخطر. محتاجين حقيقة إلى إحياء روح الهوية الوطنية، إلى تحديد من نحن، إلى البحث في الماضي، لكن الماضي المشترك، وليس الماضي بنظرة كل منا يقرأه وكأن الآخر اللي هو أخيه في الوطن عدوه، ومن ثم يبدأ يتصيد للأخطاء في ماضي. لا، نتفق على قراءة مشتركة للتاريخ، نتفق على رمز نتفق عليه جميع الليبيين كعمر المختار مثلا، نتفق على المحطات التاريخية المذيئة، نتفق على متى تأثر فينا الاقتصاد الريعي باكتشاف النفط، إذن كيف يمكن أن نستفيد من هذا الاكتشاف، كيف بالإمكان أن نعدل من هوية النظام الاقتصادي. كل هذه الأمور تحتاج حقيقة طيب. إلى طيب. رؤية كاملة، استراتيجية متكاملة. نعم، قبل ما نجو نحكو عن آليات تعزيز الهوية الوطنية يعني في الوعي الجماعي عند الناس، السؤال دكتورة، نعم، جازية، ونحن نحكو عن الهوية، نفكر الآن في أشكال، في أوجه الهوية، هل في فرق حقيقي، فرق موضوعي بين هوية نظام الدولة السياسي أو الاقتصادي وبين هوية المجتمع؟ هل في فاصل بينهم؟ نعم نعم نعم، هناك فرق. هوية النظام السياسي أو شكل النظام السياسي، هو السؤال عن الهوية، سؤال عن ما هي، ما هو الشكل السياسي، ما هو الشكل الاقتصادي. الشكل السياسي ممكن يكون ملكي، في فترة ما كانت ملكية، جماهيري، جمهوري، على حسب النظام، ويبان عندنا في الدستور أو في الوثائق اللي هي شبه دستورية. متغير، يتميز بأنه متغير، يتميز بأنه يفرض قسرا من خلال السلطة الحاكمة أيا كانت. لكن الهوية المجتمعية، الهوية الوطنية، نحن نتحدث عن هوية ثابتة، عن تراكم ثقافي، نتحدث عن جغرافيا تميزنا، عن تاريخ مشترك يجمعنا، عن لغة، عن لسان واحد نتكلم به، عن تراث شعبي وفني، نتحدث عن تاريخ، عن مش قومية، عن عرق يجمعنا، نتحدث عن ثوابت جامعة، عن منظومة قيمية تجمع هذا المجموع من البشر. طيب دكتورة جازية، تتميز بالثبات، أهم نعم. ما فيها الهوية الوطنية أنها تتميز طيب. بالثبات مقارنة بالهوية أو بالهوية السؤال الآن السياسي نعم. أو الاقتصادي. نعم، السؤال الآن عن المعادلة الصعبة دكتورة جازية، لما نحكو عن أشياء المشتركات، لما نحكو مثلا عن مفهوم عرقي يعني يجمع الليبيين، مفهوم إثني أو مفهوم ديني،
كيف نقدر وكيف نقدر في المقابل ان نقول للناس لا، في مفهوم اهم اللي هو مفهوم المواطنه، اللي هو مبني على اساس المواطنه وعلى اساس قانوني، وان كل الناس هضم سواء قدام القانون من غير تمييز لا في الجنس ولا في العرق ولا في الدين ولا في العقيده ولا في المعتقد ولا في الانتماء السياسي. كيف نقدر نحققوها المعادله هذه، انك انت تحافظ على الهويه العرقيه تعتز بها في نفس الوقت دوله المواطنه؟ اتوقع ان في تعقيدات في الموضوع. نعم، لا هي ببساطة كيف تكون بأنهم يتفقوا هؤلاء جميعهم على عقد اجتماعي، على دستور. في الدستور لازم يكون في واضح نصوص تتحدث عن المواطنة، تتحدث عن عدم التمييز، تتحدث عن مساواة الجميع أمام القانون وفي القانون، تتحدث على أن حقوقك وواجباتك تأخذها أو تطالب ومن ثم تطالب بها أي كان ديانتك، أي كان عرقك، أي كان انتمائك إلى آخره. طيب السؤال الآن للشيء العملي، الآليات المتاحة العملية في ظل الظروف المعقدة اللي عايشين الآن في ليبيا في قضية تعزيز الهوية الوطنية. نعم، لعل المسؤولية الأولى تقع على وسائل الإعلام، وها أنتم ولله الحمد دائما سبقون في ذلك. فوسائل الإعلام يعول عليها كثيرا، ليس فقط لأنها السلطة الرابعة، ولكن لأنها الآن متغلغلة في كل، مش في كل بيت، في متناول كل شخص على حدة. حقيقة عمل وطني بامتياز تتصدى له وسائل الإعلام بأنها تبحث عن المشترك، عن الجامع، تركز الضوء على السجايا القويمة الحميدة في الشخصية الليبية، تتحدث عن هوية وطنية بلسان جامع غير مفرق. أيضا التعليم بالإمكان بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة أن يتم تعزيز الهوية الوطنية لدى المواطن الليبي منذ الصغر. وإذا كان فيه ممكن مساحة أن ينفصل كيف مباشرة وغير مباشرة، قول لي أستاذ خليل. نعم. أيضا نحن نتحدث عن ندوات، عن مؤتمرات، ورش عمل، عن مراكز بحثية تقوم بتقديم رؤى، بتقديم استراتيجيات لهذا الغرض. طيب نحن شفنا في المقابل، ونحن نحكي عن تعزيز الهوية، شفنا برامج فنية ثقافية يعني أصبح رد فعلها مضاد، بمعنى أصبحت هي تمشي في اتجاه إغراق في التراث، يعني أصبحت عملية عودة للماضي مبالغ فيها في إطار العنوان المعلن اللي هو تعزيز الهوية الوطنية. أيضا ما زلنا نحن مش قادرين نحقق المعادلة بين قصة يعني الـ الأصالة وبين قضية الحداثة، يعني خلينا نقوله. تمام، في هذا المجال نستطيع أن نتخيل وكأننا نحن نتحدث عن أمرين متناقضين، إنما أطلاقا هي وكأن جناحين لعصفور، فلا يستطيع الطيران بدون أحد الأجنحة. بالإمكان تعزيز هذه الأصالة سيما في الصغر، حيث النقش فيه كأنه نقش على الحجر، ثم بعد ذلك ينطلق هذا المواطن الصغير بعد أن يشب عن الطوق، بعد أن ينتقل إلى التعليم في المدرسة وفي الجامعة، ينتقل إلى العالمية بدون ما أنت تخاف عليه. لماذا؟ لأن صار هذا الوطن شبيه ببيته، صار عنده له انتماء، صار عنده له حنين، هو فخور به، معتز بكل ما فيه من الداخل، ومن ثم إذا انطلق إلى العالمية سينطلق بوعي، برشد، ومن ثم لا ضير بأن يكون أمام، لأن الهوية العالمية هي أيضا أمر مفروض على الجميع، على جميع سكان الكرة الأرضية. نحن الآن نتحدث عن ثورة المعلومات، عن التكنولوجيا، عن الأنترنت، نتحدث عن عولمة وعالمية، ومن ثم فلا مجال حقيقة لمحاولة العزلة. لا، العزلة ليست جيدة، ليست ضارة بالعمل وضارة بالعلم، ضارة بالحضارة، بالثقافة، إنما كيف نسلح المواطن بحب الوطنية، بحب الهوية، بأنه يحب بلده كأنه بيته، ومن ثم إذا خرج هو محصن بهذا الحب، إنما طوعا وليس قصرا. طيب نحن نحكي ما زلنا على قضية الآليات العملية المتاحة في تعزيز الهوية، يعني في بعض الدول دكتورة جازية على العملة، على العملة النقدية تشوفي أن في مثلا عليها شعراء رموز وطنية، واضح أن في ضخ ثقافي كبير في قضية تعزيز الهوية الوطنية.
شنو هي يعني الواجب اللي هو مفروض يكون على عاتق السلطات التشريعية اللي في البلد، على عاتق المؤسسات القانونية أنهم يشتغلن في نفس الاتجاه؟ حقيقة وبدون مجاملة، أنا أعجبني في 218 في شهر مارس تسليط الضوء على الأم الليبية أو المرأة الليبية خلال شهر كامل. نحن نتحدث عن رائدات، عن علامات مضيئة قد لا تعلمها الفتاة اللي عمرها 18 سنة أو حتى 20 أو حتى أكثر من ذلك. فأيضا منبر المرأة للسلام قام بمبادرة، مبادرة ملهمتي، مبادرة مجرد أنك تتبعها يصبح لديك سجل ثري بالنساء الرائدات في ليبيا أو في الدولة الليبية. هذا الأمر أو هذه المبادرات إذا عممت، إذا أصبحت مشروع وطني، فما أجمل. يعني حقيقة من المؤسف أن الواحد ينتبه بأن الدستور أو على الأقل مسودة الدستور خالية من الديباجة، خالية من الإشارة إلى علماء، إلى فنانين. حقيقة هذا أمر مؤسف، ولكن بالإمكان يعني تداركه، بالإمكان الحديث عن الطريق الغير مباشر في التعليم بأن يعزز في كل البرامج. يعني من السهل جدا أن نحن نتخذ طريقة مباشرة وأن تكون عندنا منهج أو كتاب أو مقرر اسمه التربية الوطنية أو الثقافة السياسية ونضع فيها ما نريد أن ننقله للطفل أو للتلميذ، لكن من الصعب هذه الطريقة السهلة، من الصعبة أو من الصعوبات فيها أمرين. الأمر الأول الخلط العادة ما بين الهوية الوطنية وما بين النظام السياسي، ومن ثم تتعرض دائما إلى الإلغاء متى ما تغير النظام السياسي وهو في تغير كما لاحظنا. من جهة أخرى أن هذا الأمر ممكن أو يصلح لمن هم تجاوزوا مثلا سن الرشد، لكن الصغار في مرحلة التعليم الأساسي من الأفضل أن يلقنوا حب الهوية الوطنية ويلقنوا سجايا مميزة أو القويمة في الشخصية الليبية بطريقة غير مباشرة في المادة أو مقرر الجغرافيا، مقرر التاريخ، القراءة، التعبير، الرسم. كل هذه من الإمكان أنها تجعل من المواطن سواء كان صغير أو كبير فخوراً بأنه ليبي. نعم. طيب دكتورة جازية، قبل ما نحكو على موضوع اللي هو يتعلق بدراسة معايرة الدستور اللي كنت جزء مهم فيها، نطلع فاصل وخليك معنا فاصل قصير ونرجع من جديد عشان نكملوا حوارنا التفاعلي ونقاشنا. فاصل قصير ونرجع من جديد. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في حوارنا ونقاشنا التفاعلي مع الدكتورة جازية شعثير عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي. دكتورة جازية مرحبا بك من جديد، وكنا نحكو أو كنت بي يعني نخشوا في محور دراسة معايرة الدستور اللي هو دار يعني أثار جدل قانوني وثقافي مهم بطبيعة الحال. وأنا أذكر أني يعني قريت مقال لأحد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كان عنده يعني نقد للدراسة وكان عنده اعتراض ويشوف أن يعني الأكاديميين والأساتذة اللي هم قاموا بهذه الدراسة الكبيرة والمجهود الكبير أن مأخذ أن كلهم يمثلوا تقريبا في اتجاه فكري واحد. نعم، هي الدراسة قام بها مركز دراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي. الدراسة قام بها عدد من البحاث في مختلف التخصصات، فلسفة، علم سياسة واقتصاد، القانون أيضا كان في قانون دولي، قانون جنائي، قانون دكتور سليمان والدكتور زاهي والدكتور نجيب. نعم والدكتورة هالة والدكتورة جاهي. دكتورة هالة الأطرش. نعم الأهم من ذلك أن هذه الدراسة حينما ظهرت أو رأت النور لم تكن حقيقة أفكارها مقصورة على هؤلاء الخمس بحاث الرئيسيين فقط، إنما
أكثر من 100 باحث، من 100 قانوني، من 100 مهتم بالشأن الدستوري بما فيهم أعضاء الهيئة التأسيسية، قد عرضت عليهم النتائج الأولية للدراسة، وبعد ذلك في ندوة، في عديد الندوات، ندوة في بنغازي، ندوة في تونس، ندوة في طرابلس، أخذت الآراء التي طرحت في تلك الندوات وورش العمل في الاعتبار، وتم تعديل الدراسة بناء على أقوال هؤلاء النخب، هؤلاء المهتمين بالشأن الدستوري. ومن ثم هي لا، ليست كما قال زميلنا اللي أشرت إليه حضرتك بأنها تتحدث أو تأخذ اتجاه واحد إطلاقا. يكفي بأن الدراسة كانت قدر ما استطاع بحاثها موضوعية جدا، هناك عديد من المعايير تم اتباعها أو تم تبنيها كأدوات بحثية وضعت وفصلت في البداية، وبناء عليها تم وضع مقام للتقدير الذي سوف نعطيه أو الدرجة اللي سوف نعطيها للمادة، كان المقام 10، وزعت على 4 معايير: الخصوصية، المشترك الإنساني والخصوصية. نعم المشترك والخصوصية والظرف الانتقالي ودقة الصياغة. لو نبدأ دكتورة جازية، أنا أسف للمقاطعة يعني، بس ولكن عشان التوضيح أكثر، الخصوصية الثقافية شن المقصود بها تحديدا، والمشترك الإنساني شن هو المقصود به؟ المشترك الإنساني نقصد به بأن في نهاية الأمر الدستور هو ليس بدعة يعني سيبتدعها الليبيون، هو عمل موجود وتتميز به الدول المدنية الحديثة كلها. ومن ثم إذا رأينا هذه المسودة من باب المقارنة بالدساتير الأخرى، كان في مشروع قام به مركز دراسات المركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي في أوائل أو في بواكير عمل الهيئة التأسيسية، وحقيقة كان العمل عظيم للغاية. لماذا؟ لأنه ترجمة لاستبيان لدساتير العالم فوق من 180 دستور. هذا الاستبيان يحتوي على 300 سؤال تقريبا: ماذا يحتوي الدستور وماذا لا يحتوي، كيف ينظم هذه المسألة بإسهاب بإيجاز إلى آخره. تم ترجمة هذا المشروع، مشروع الدساتير المقارن، وتم توزيعه على أعضاء الهيئة عضوا عضوا من قبل المركز. لماذا؟ لكي نستفيد في النهاية، من الجيد أن تستفيد من خبرات الآخرين. صحيح أن الدساتير أو الدستور شأن داخلي، شأن له الصبغة المحلية، إنما لا بأس من أننا نحن نأخذ المشترك في حقوق الإنسان، نأخذ المشترك في الجيش والشرطة، نأخذ المشترك في كيف في النظام المالي مثلا. من الجيد أيضا بأن نشوف ما هو الثابت، ما هو معمول به في الغالبية الساحقة من الدساتير. النائي عنا محمود في حالة وحيدة، في حالة أن تكون أنت تراعي خصوصية ثقافية. ومن هنا نأتي لشرح ما معنى الخصوصية الثقافية. الخصوصية الثقافية ليست فقط عاداتك وتقاليدك ومنظومتك العرفية ومنظومتك القيمية، إنما المحمود منها، لأن في النهاية الدستور له دور وصفي وله دور تقويمي. فإذا مثلا وجدنا أن نحن خصوصية ثقافية من نوع معين سلبية، عندنا بعض القيم السلبية، كمثلا على سبيل المثال عدم حب العمل أو وهن الروح التنافسية كما تفضل دكتورنا نجيب الحصادي، هنا من 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 واجب صناع الدستور بأنهم يعملوا على تقويم هذه الخصوصية أو هذه السجية من خلال الحث على أن العمل ليس حق فقط، إنما هو حق وواجب. مثلا على سبيل المثال، من باب تعزيز قيمة العمل باعتبارها قيمة، باعتبارها هو عمل وطني إلى آخره. الخصوصية الثقافية أيضا قصدنا بها حينما يكون لدينا تراث خبراتي في نظام القانوني، مثلا 40 سنة ونحن نقول بأن الأحكام تصدر باسم الشعب، احترامها واجب ولا يجوز مثلا نخالف الخصوصية الثقافية وأن نقول بأن الأحكام تصدر باسم الله العظيم. نعم، سيما وأن فكرة صدور الأحكام هي أنها تصدر من مصدر السلطات ومانح السلطات أو منح الشرعية للسلطات، سواء كانت الشرعية أو التنفيذية أو القضائية على سبيل المثال. كل ذلك يجعلنا أيضا في خصوصية أو في ظرف آخر كان من المهم جدا أن نعاير به، هو الظرف الانتقالي.
وحقيقة وضعناه في الاعتبار بشكل أولوي أو بشكل مميز في باب العدالة الانتقالية وباب التدابير الانتقالية، لأن هذا طبيعي. وفي عديد الأبواب حاولنا أن في لحظة ما أن نقوم المادة أو المادة الدستورية، يا ترى هل استجابت بشكل سيء لظرف انتقالي؟ احنا نعرف ان الظرف الانتقالي الدستور كتب او هذه المسوده او المشروع كتب خلال 3 سنوات، يعني 3 سنوات حدث فيها الكثير من التطورات السياسيه والامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فكان من الطبيعي بان نحن نتحدث مثلا على سبيل المثال فكره الغاء او عدم الغاء المحاماه الشعبيه. من بدايات 2011 تنادت الأصوات بأن هذا نظام يعني يرتبط بنظام السابق، وأنه ضرب للمحاماة الخاصة مخالف لعديد من دول العالم، فمن الأفضل إلغاءه. ولكن الظرف الانتقالي والخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي منذ بدء هذا النظام أثبتت بأن من غير الجيد الحديث في المسودة على الإلغاء، سيما هناك عديد من المظاهرات، عديد من المنادات الحقوقية. وهنا أذكر حقيقة المنظمة الليبية للقضاء كان لها عديد من الزيارات وعديد من الزيارات للهيئة التأسيسية وعديد من الكتابات بشأن عدم إلغاء دستوريا المحاماة الشعبية. ومن هنا عدم الإلغاء والنص عليها في المسودة كان استجابة للظرف الانتقالي. دقة الصياغة لم نعطيها درجة كبيرة، لأن في النهاية من الظلم أن نعطي درجة سلبية على دقة الصياغة إذا كنا نتحدث فقط على الفاصلة المنقوطة، على أهميتها وعلى أهميتها العملية بعدين في التفسير، في تفسير النص، ومن ثم حدوث خلاف بشأنه. إنما كان تصور البحاث بالعكس، كنا لا نريد أن نبحث على الهفوات البسيطة، كان في تصورنا إن بالإمكان تعديل مثل هذا الخطأ. ربما يعني دقة الصياغة دكتورة جازية وصححي لي، هي مفروض أو تعتبر يعني مؤشر على مدى جدية أو دقة حتى المضمون، رغم أن يعني هي تفاصيل بسيطة، ولكن أيضا هي مؤشر لمدى الجدية. نعم، هي يعني إذا أثرت في المضمون لم نكن نضعها في درجة الصياغة اللي هي الدرجة الوحيدة، لا، كنا نضعها في مضمونها سواء كان المشترك ولا الظرف الانتقالي أو الخصوصية الثقافية. طيب، لكن إذا كانت فقط دقة صياغة فقط وبالإمكان إصلاحها بسهولة فكنا نعطي عليها ناقص درجة. طيب، ناقص واحد. أنا يعني في خلال قراءتي لدراسة معايير الدستور، يعني أصححي لي دكتورة جازية لو كان في عدم دقة في حديثي، يعني في بعض المواد اللي تحصلت على درجة متدنية كانت مواد حاكمة، يعني نعم، يعني ربما هي تأثر في الشكل الأساسي في بنية الدولة. أنا أستطيع أن أقول، وهو موجود في تلك الدراسة بكل صراحة وشفافية، بأن 77 تقريبا، خلينا نقوله في المية من المواد يعني مش مثالية، إنما بالإمكان أن نتفق عليها ونقول بأنها مقبولة. ولاحظ معايا ونحن نقول 77 بأن نحن نتحدث عن دستور يفوق 200 مادة، مواده كثيرة، وكانت كل مادة تأخذ في 10 درجات، ومن هنا جاءت فكرة المعدل العالي. تشوفي أنه دخل في التفاصيل أكثر مما ينبغي دكتورة جازية، دخل في تفاصيل أكثر مما ينبغي الدستور. في بعض الأحيان، بينما في أحيان أخرى ارتكب خطأ فادح بترحيله للتفاصيل أو للمسألة، حل المسألة للسلطة التشريعية. يعني وكأنه فصل فيما يجب أن يتركه للقانون، زي مثلا النظام المالي، و أو جزاء حيث يجب أن يسهب أو على الأقل يفصل قليلا، زي مثلا ترحيله لمشكلة الجنسية، ترحيله لعديد من المشاكل للسلطة التشريعية. وطبعا لن يسامح للأسف، يعني ولست أنا، الجميع أجمع حقيقة على عدم المسامحة في ترحيله أو عدم إسهابه في الديباجة، في العلم والنشيد، في عديد من المسائل اللي هي ليس من المستحسن تركها للسلطة التشريعية. نعم، ربما هم يعني اعتمدوا فكرة الظرف الانتقالي أيضا ورحلوها لمعارك قانونية قادمة يعني.
والمشكلة أن رغم هذا الترحيل هم وضعوا مادة تحصن هذا المشروع، إذا قدر له أن يصبح دستورا، تحصن هذا الدستور لمدة 5 سنوات، وكأنه يدلل على أن هذا دستور جيد، التحصين فقط ل5 سنوات، وهو أمر غير مفهوم وغير مقبول، لأن بإمكان السلطة التشريعية، ومش السلطة التشريعية، بإمكان السلطة للشعب من خلال الاستفتاء الذي أجاز هذا الدستور ولو بعد سنة أن يقوم بإجراء تعديلات أو حتى يغيره جملة وتفصيلة. لو لم يكن هناك مبرر لتحصين عديد المواد في المادة، أعتقد 195 تقريبا يعني. طيب، لو ننتقل لمحور آخر، ونحن نحكي الآن عن مشروع صياغة الدستور دكتورة جازية والقوانين، السؤال الآن عن الشيء اللي يطمحه له كل الليبيين، في ونحن قاعدين نمر الآن بمرحلة تحول ديمقراطي، والناس يعني عندها رغبة أن هي تنتقل يعني من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي. نعم. السؤال عن مفهوم دولة القانون، ونحن دائما نتكلم عن القانون بشكل مستمر، في تقديرك هل تشوفي أن يعني في له حضور في الوجدان القانوني، يعني عند المختصين، عند الحقوقيين، قبل ما نحكي عن المجتمع؟ كويس، سؤال جيد حقيقة، لأن أعتقد، وهو طبعا عبارة عن رأي انطباعي، إن من 2011 إلى اليوم وكأن هناك يعني وعي حقوقي، الحس الحقوقي أعلى على الحس القانوني، وحقيقة أنا أرى أن هي كأنها كفتي ميزان، فلكي يحدث نوع من الرجحان للميزان، كأنها جناحي عصفور، يجب أن نطير بكلا الجناحين، لا ينفع أن نتحدث عن حقوق بدون أن نتحدث عن قانون. حقيقة الحقوق والحريات لا تعني الفوضى، لا تعني اللانظام. هذه الحقوق وهذه الحريات يجب أن تقنن، يجب أن تنظم، يحميها قانون ويؤطرها بما لا يجعلها تتعارض مع حقوق وحريات للآخر، الآخر سواء كان المواطن الآخر أو كانت المصلحة العامة اللي هي للدولة. كل ذلك من أجل أن يحدث تعايش، إنما إذا كل شخص تحدث عن الحقوق فقط وعن الحريات فقط، طبيعي أننا سيحدث نوع من التصادم، نوع من التعارض، ومن هنا يأتي دور القانون. الحس القانوني يغيب، والحس القانوني بمفهومه الحقوقي يغيب عند المواطن كثيرا، يعني عديد من المواطنين حتى المختصين والنخب لا يعلمون يقينا بكل القوانين اللي هي تنظم سلوكهم أو تجرم حتى سلوكهم، وهذه مشكلة كبيرة، سيما الآن احنا الآن نتحدث عن إسهاب تشريعي، عندنا سلطات تشريعية للأسف في نوع من الثنائية، وهي لا تتوقف عن إصدار القوانين، وهل نحن نعلم بها أو لا؟ عندنا تضارب كبير في القوانين، عندنا تعديلات للإعلان الدستوري، تعديلات عديدة تتجاوز 5 و6، يعني لا يحتاج الأمر، عندنا تجرؤ على القانون، خلينا نحكي على أبسط شيء، على قانون المرور، على قانون الحرس البلدي، على إلخ، فلا نحن محتاجين إلى دورات تدريبية، إلى ندوات توعوية، إلى دوركم أنتم وسائل الإعلام، بأن إذا أردنا دولة رقم واحد تكون دولة قانون، والخطاب يجب أن يوجه حقيقة للأسف إلى هرم السلطة، إلى السلطة التشريعية قبل ما نتحدث عن السلطة التنفيذية بكل درجاتها، ثم نتحدث عن القاعدة، عن المواطن العادي يعني. فهي الصلاح يجب أن يكون صلاح شامل، ويبدأ من فوق، ويبدأ من القاعدة، من أينما كان أن يبدأ، لكن يجب أن يكون شاملا، ويجب أن لا يستثنى أحد. يعني إحنا اليوم نتحدث حقيقة عن فساد إداري، عن فساد مالي، نتحدث عن فوضى، نتحدث عن عديد من الظواهر التي لم تكن موجودة، حتى ظواهر إجرامية. من الهام جدا أن يكون في وعي حقوقي ويوازيه الوعي القانوني. طيب، لو يعني عودا على بدء دكتورة جازية، ونحن نحكي الآن على القانون، لابد أن نرد من جديد نحكي على روح القوانين، الدستور. السؤال يعني أثناء دراستكم، هل شفتوا أن كان في نوع من الضغوطات إيديولوجية لاتجاهات مثلا متشددة، ضغوطات قبلية، ضغوطات لها علاقة مرتبطة بانتماءات جهوية داخل يعني مشروع صيغة الدستور، في المسودة الدستور؟ هو للأمانة دراستنا يعني وضحت بشكل أو بآخر بأن هذا الدستور فيه نوع من التناقض الداخلي، يعني هذه الهيئة مع احترامي الشديد لأعضائها، وكأن لم يحدث نوع من التوافق،
مادة تبين بأن هناك غلبة أو من كتبها يتبع التيار المدني، بينما مادة أخرى يعني فاضحة بذاتها بأن من كتبها هو من يتبع التيار المتشدد. حقيقة كان في حلقة أخيرة في لبرنامج الحدث على قناة الحدث هامة للغاية، استضافوا فيها الأستاذة أمال بوكعكيز، تحدثت على توجسها المدني الحقوقي من طغيان القلم المتطرف اللي ممكن أيضا يساء استخدامه ويساء تفسيره من السلطة التشريعية ثم من السلطة القضائية، سواء كانت المحكمة الدستورية أو كانت المحكمة العادية. يعني المادة الحاكمة، المادة السادسة، تبين لنا في دراستنا بأنها تتحدث عن الشريعة باعتبارها مصدرا وحيد، بغض النظر عن صياغة، مش بغض النظر، حيث الصياغة لا توحي بغير ذلك منطقا وقانونا. أيضا هناك حديث عن الزكاة وتقنينها رغم أنها هي شأن شخصي ما بين العبد وربه. هناك حديث عن، يعني رفضوا رفضا قاطعا أن يكون هناك مجلس أعلى للمرأة بينما كان في مجلس أعلى لعلماء الإسلاميين، وواضح من التركيبة، واضح من حتى الصلاحيات، حتى الفتوى كانت فيما سبق تتحدث عن فتوى خاصة حذفت هذه، ومن ثم إذا كنا نتحدث عن فتاوي عامة إلزامية، إذن لا، الأمر قد إذا أسيء استخدامه من قبل سلطة تشريعية متشددة تنتمي إلى تيار متطرف، إذن سنكون أمام معضلة حقيقية تهدد الدولة المدنية، الدولة اللي نطمح أنها تكون دولة ديمقراطية، دولة حقوق وقانون. نعم، دولة ديمقراطية، دولة مساواة وحقوق وواجبات. في سؤالنا الأخير نعم. دكتورة جازية، وأنت مهتمة بقضية تمكين المرأة، يعني كيف شفتي موقع المرأة في مشروع صياغة الدستور؟ يعني هي أفضل من سابقتها في بعض المواطن، بينما هي متقهقرة عن مخرجات اللجان النوعية، لجنة حقوق الحقوق والحريات في بواكير العمل كانت مميزة جدا في الشأن النسوي، إنما هذه المسودة وهذا المشروع اللي بين يدينا ينقصه الكثير، ينقصه المجلس الأعلى للمرأة، وحقيقة هو ليس نوع من الترف اللي تطالب به المرأة، إنما هي نوع من المأسسة، بحث عن مؤسسة حقيقية فاصلة عن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، تتحدث فقط أو تهتم بالشأن النسوي في استراتيجيات السلطة التشريعية وحتى السلطة التنفيذية. أيضا التمثيل السياسي اللي يعني احنا نسموه فيه الكوتا أو التمثيل الإيجابي أو التمييز الإيجابي، كان يعني فيه نوع من القصور سواء على مستوى النسبة أو على مستوى المجال، النطاق، أين هي، يعني أين هي فقط في البرلمان ولا، لأن في المجلس الشيوخ إطلاقا لا يتم الحديث عن المرأة. أيضا كم دورة نأخذ هذه الكوتا أو هذا التمثيل، دورتين أو ثلاثة، هناك عديد من التفاصيل، تمييز ضد المرأة بشكل خاص في نص مستقل يسلط الضوء على حظر التمييز نحتاجه في دولتنا، حيث المشاهدات العملية، حيث المسوح البحثية، حيث الأحكام القضائية، كلها تؤكد بأن المجتمع يعامل المرأة معاملة فيها نوع من التمييز. كان من الواجب بأن تجازى المرأة الليبية خيرا على صبرها، على مشاركتها في 17 فبراير، بأن تدستر حقوق سابقة وتدعم حقوق أو حقوق لاحقة، إنما نلمس حقيقة، وهذا أمر ليس خاف على كل ذي عقل، بأن نلمس تقهقر في الرأي المجتمعي ثم أثر في القضاء وأثر حتى في التشريع، وها هي تشريعات المؤتمر الوطني بغض النظر عن الحديث عن ولاية انتهائها إلى آخره، إنما تشريعاته على سبيل المثال تعديل قانون الزواج والطلاق وغيرها من التشريعات، تنبئ بأن الأمر فيه تقهقر للأسف عن المكتسبات اللي كانت حاصلة عليها المرأة الليبية قبل 2011. إذن أشكرك جزيل الشكر، ممتن لك دكتورة جازية شعيتير، عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي. كنت سعيد جدا دكتورة جازية بوجودك معنا اليوم،
ولأشكرك لكل هذه التفاصيل. هيك وصلنا ودهمنا الوقت يعني مع الدكتورة جايزة شعتير في نقاشنا التفاعل القانوني الدستوري، ووصلنا إلى نهاية الفقرة. فاصل قصير وبعدين نرجع ونشوفوا الزميل وليد بالله عشان أعدلنا اليوم في فقرة السوشيال ميديا.